مساكم الله بالخير. احنا العادة نرحب بضيوفنا. احنا اليوم احنا عنده ضيوف، يعني وهو اللي راح تكون الكلمة عنده في بداية البرنامج، لأن صراحة احنا قبل الهواء او قبل تسجيل الحلقة قاعد نقول حق ضيفنا العزيز صراحة احنا ما ندري شو نسألك، فختكون من عنده الكلمة الترحيبية. مساك الله بالخير عمي. مساكم الله بالخير. اول شيء بعرف اساميكم. احمد عاشور عوض، حسين دشتي، عبد الله العالي. يعني احمد حسين عبد الله. ايه. والنعم فيكم ان شاء الله. الله يسلمك. انا ارحب فيكم، يعني محلي، انتم حسستوني اني انا اعرفكم من زمان، وهذا شيء يعني يبعث في الطمأنينة في نفسي. انا كمان لما اقابل ضيوفي دائما اركز في البدايه، اذا بلعته او شزينه، اذا حسيت انه ما يطوف اقول وي هذا شلون اخلص معاه الحلقه. فانتوا اعطيتوني الانطباع الاول اللي هو يعني ان احنا ربع، وهذا شيء جيد يعني. وانا يعني سعيد بهالمشاركه، وحكون سعيد اكثر لو عرفت اسئلتكم. حبيب مصور خاشين هالصوب انت. ابو انور، الان الامانه ما عرفتك الا من برنامج اللوبي. نعم. هو كان على قناه العداله. صحيح. وين كنت قبله يعني صراحه؟ شنو انت متى بلشت؟ والله قبله يعني كنت رئيس تحرير مجله بس مو سياسيه. حلو. كنت رئيس تحرير مجله اسمها سوالف. اشتغلت في صحيفه القبس، في الوطن، في الانباء. انا ترى من زمان فرار من اول، يعني الناس تقول انت الحين ليش شلون تشتغل خمس قنوات؟ انا من اول خمس جرائد مشتغل. ما شاء الله. فكانت تجارب يعني اتوافق معاهم اختلف معاهم امشي. كنت اشتغل في الصحافه كثير، في التلفزيون ما ادري شلون اقنعني بدر الصراف، قال لي يطلع، وهو كان الشيرمان ذيك الفتره في العداله، وما ادري ابو علي قال لي يطلع وطلعت. ولا قبلها ما ابد ما لي علاقه بالتلفزيون. بس لك ما شاء الله كاريزما معينه. يقولون والله يعني يقولون ان 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 ان, إن في جاذبيه. انا اعتقد ان جزء من الالمام والثقافه والاطلاع هي اللي تشكل شخصيتك، تخلي الناس تخليك مقبول عند الاخرين. يعني الامام علي عليه السلام يقول كلمه، يقول في الانسان عشر خصال يظهرها لسانه. الله. كل واحد فينا، فمن ضمنها يقول ومونق تلتذ به الاسماع. يعني فانت ساعات الناس حبت ان تسمع اللي انا اقوله، فالله وفق. زين، بس الناس الحين خصوصا بالسوشيال ميديا بحكم خبرتك، الناس تروح حق صوب الطرح السلبي ولا الطرح الايجابي؟ ما شاء الله المشاكل اللي تركز عليها والمواضيع تنصب، ما ابي اقول سلبي، بس قاعد تطرح واقع، فالناس طبيعي راح تتوجه حق هذا. فالسؤال الحين انه توجه الناس بشكل عام على هذا الطرح، وبنفس الوقت طرحك انت هل قاعد تشوف فيه توافق معه؟ والله شوف، انه والله طرحك سلبي ولا ايجابي؟ طبعا اكيد تجيك هذه الملاحظات. اكيد اكيد. شوف انا قلتها كل مكان واعيدها كل مكان اكون فيه، ما في شخص ينشئ جهاز اعلامي خاص لهدف نبيل وعام، لا يمكن. ماكو يعني هذا يمكن على مستوى العالم. ايوه ما في شخص يحط 6 7 مليون دينار بالسنه ويحط اجهزه ويجيب مذيعين ويجيب ناس وستاف عشان يقدم نصيحه حق المجتمع. لا، هذا عنده مصالح، عنده نصيحه حق المجتمع تشكل 10 15 20% في الكثير. اذا الخطاب الاعلامي يؤسس له اصحاب الاله الاعلاميه. انا استثني هنا تلفزيون الكويت واذاعه الكويت لسبب بسيط، لان دورهم ينحصر في الاستقبالات والنشاط الرسمي للدوله، ما يقدرون هم يشتغلون ايديولوجيا. اخذ تبي تعرف مزاج الناس، شوف ما يطرح في القناه قبلها باسبوع. بس ركز في القنوات، مو قناه الشاهد طبعا، القنوات كلها الاعلام الكويتي، ركز في اسبوع حتعرف على طول الاسبوع اللي بعده انعكاسه على الناس. فاحنا نملك، مو نملك، احنا عندنا اعلام في الكويت خاص يتلذذ في السلبيات. هل هذه ثقافه؟ يعني ثقافه المجتمع نفسه كذي انصبغت بهالصبغه السلبيه هذه ولا؟ يعني انا ما اقدر اقول انها استراتيجيه من بعض القنوات، لكن اعتقد ان الناس المتلقي جاهز، ما عنده مشكله. أي. يقول لك عطني اي باص، عطني اركبه، ما عندي مشكله. فالسوشيال ميديا هو انعكاس لما يحدث في المجتمع الحقيقي. احنا شعب نحب نركز على السلبيه. صح. زين، جربت انت تطرح مثلا طرح ايجابي في برامجك؟ والله انا ولا تحس انه مثاليات؟ لا، انا بعيد عن السلبيه، يعني انا بعيد، اقدم ايجابي وايد. أي. بس اترك الفرصه للناس تقول. انا ما اقدر اطلع اقول ان الحياه ورديه في الكويت. أي. ما
ما اقدر. الناس راح تفهم ان هذا طرح سلبي. لا يقول لك هذا خلصوا مع الحكومه وقاعد يسوق لهم بس. انا اطلع اقول ان شبكه الجسور الجديده هذه والشوارع وايد مريحه يعني وايد حلوه, بينما احنا في كاس الخليج 13 يوم ما حصلنا الا انكسر المدرج. زين المدرج انكسر في 250 الف ايجابيه ما حد حكى فيه. ليش ركز هذا؟ لان الاعلام يركز على هالصوب. أيوة. طبعا هذه طبيعه السلوك البشري انه هو يرى الناس عودتنا على كذي. أيوة. احد مبرمجنا ما ادري معنا. زيب انور انت ما شاء الله عليك تطرح قضايا اجتماعيه لك كاريزما معينه او اسلوب خاص. اي نعم. في اخر مره تكلمت يعني عن موضوع معين عادات وتقاليد المجتمع خاصة البنات في السوشيال ميديا شو قاعد يتصرفون السلوك المعين قاعد يتخذونه. اي نعم. ما ابي ادش تفاصيل يعني بس قلتها بطريقه حلوه صراحه وصلت المعلومه. بس في مثال انا مره صار لي موقف, كان في جهه هني بالكويت نظم دورات حتى الطلبه بالصيف تحاول تشغلهم في اماكن معينه او مطاعم شركات. أي. ما ابي اذكر اسمها بس انت راح تعرفها انت اكيد. سلام. فنزلوا دوره ان تكون كورس يكون خلال شهرين تخلصه بعدين يعطونك شهاده تي من امريكا وتصير مدرب معتمد في تخصص معين. حلو. فلما رحت هذه الجهة انزين قابلت اللي ماسكتها هي واحدة كويتية. أول ما دشيت عليها كانت مد يدها تسلم علي. اي قلت لها اعتذر سويت لها جي. كانت تسكي قالت ليش ما سلمت علي؟ على وضو. انت كنت على وضو؟ لا ما كنت على وضو. كان سلمت علي وبعدين تيدد يعني. انزين قالت ليش ما سلمت؟ لا ما ادري كون ان ندخل في حال حرام على تغايد المجتمع. صحيح. سكتت كذي بعدين سالتني كم سؤال كان تقول انا برد على النقطه الاولى انك انت ما سلمت عليك. اي نعم. قلت لها ليش؟ كان تقول لي احنا هني بالعكس لازم نسلم على بعض. زين احتمال يبوسون بعض بعد. اي زين. ثقافتها شو؟ قالت احنا هني ثقافتنا ما في فرق بين الرجل والمراه في الامور هذه نسلم على بعض. هنيك عندنا كورس رقص واغاني وكل شيء. حلو. قلت لها درجه وصل المجتمع الكويتي كذي. فانت شو نظرتك يعني هل راح يستمر اكثر او في حلول او في رادع معين؟ والله شوف انا الليبراليين ما يوطنوني بعيشة الله لان يعني اعتقد انهم تحررهم وليبراليتهم شوي مبالغين فيها. شوف قضيه هذه المصافحه مثلا, مصافحه الاجنبيه تستوجب عليك انك انت اذا على وضوء بطل وضوءك وقد تؤدي الى شيء. هذه مثلا هذه قاعده شرعيه زين انا ملتزم فيها. شنو علاقتها بثقافة مساء وقدمة عندهم مثلا في اللي حكيت عنهم انت؟ ايه؟ انا بالحين برنامجي ما صافح ولا مرة. ايوه انا احط ايدي وراي اقول لها تفضلي مثلا. بالنهاية هم لمجرد انت رفضت تسلم احسبوك على خلاص انه قد تكون متعنت او متزبت. انا احنا نعيش في مجتمع غريب متطرف دينيا ومتطرف ليبراليا. حتى في الحريات احنا متطرفين, حتى بتشجيع نادي العربي والقادسية متطرفين. يعني عندنا تطرف مزروع داخلنا. يقولون علماء الاجتماع ان هذا مرده الى الكارثه اللي حلت في الكويت في 90 في الغزو, غيرت المزاج العام للفرد وانعكس هذا على بيته وعلى اهله فصار متطرف. وناس يقولون لا هذه موجه عالميه. انا اعتقد ان الظواهر السلبيه في الكويت الحقيقيه هي تقصير الاب والام عن تربيه اولادهم. نواه المجتمع. اي يعني هذول مو قاعد يربون فبالنهايه هذه النتائج. الغير متربي موجود في كل مكان. انا حكيت عن هذول. شوف حتى اللي بالصيف ما الصيف والله ايش اقول لك شلون احكي يعني خاصه الحين ما يشتغل السوشيال ميديا وشخص يشتغل بالسوشيال ميديا يصير قدوه. ثاني يوم يصير قدوه. هذه مصيبه كبيره. وديك مره بكرمين شخص يعني معروف حطوه نمبر 1 بالاعلام يعني له درجه وتلفزيون الكويت. منو كان هذا صح اللي قالوا شو اسمه اللي كرم دعي الخليفة؟ ايه ما ادري شو اسمه والله نسيت انا. ما جات مناسبة سوالف اذكرت مع عادي تبي؟ ايه عادي عادي من العرادي اللي كرموه. ايه اللي مع خاله. ايه هذا انا انتقدته في البرنامج. ايه قلت يعني المفروض يعني احد يرده بس شو تسوي؟ بس هم قلت لك في النهاية لا حتى في برنامج ثاني يعني واحد يحق شخص كبير هنا يعني يقول سوالف بايخة وموقف بايخ يعني في قلة ادب. ذاك يوم انا قاطعت زلول الكويت مستقبلينه يكرمون على نجاح. انت تلفزيون الكويت الرسمي تستقبل واحد جديد تخليه قدوه للشباب والمراهقين. إيه هذه 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 ازمه مفاهيم عندنا في الكويت. ازمه مفاهيم والناس متغبله. يعني انا مستغرب صراحه. يعني انا مثلك مستغرب وانا ببرنامجي اجلدهم اذيهم ازعجهم. بالضبط. وانزعج من حملاتهم علي بس ما اعور راسي. على طاري الجلد
الحين هذا صوت السيكل واصل لي صح؟ واصل هنا. أنا كنت أقدم في استديو السقف ماله كان مو بنيان. فلما تمر طيارة تدري شنو أضيع مع الضيف؟ أقول له فاصل. فاصل. تطوف الطيارة نرجع. يعني إحنا نطلع فاصل على حساب السيكل. وأنور إحنا عازمينك على مطعم باكر. باكر. أنا قالوا لي بالراية خوش مطعم. الحين راح إن شاء الله نشوف المطعم. إن شاء الله. أبي رأيك فيه بعد. أنا مو وكيل ترى وايد يعني. عندك حلقة اليوم بدنا؟ السبت ما عندي. ما عندي. أنا مثل اليهود السبت ما عندي شيء. زمني ضيفك الجاي. الأحد ما أدري. ترى أنا فكرة يعني لكم ولي من يشاهدنا. أنا ما أعرف ضيفي إلا قبل الحلقة بساعتين. وأنت تعد الأسئلة؟ إيه لا في فريق إعدادي يعدها وأخذ أنا فلاشات. ما شاء الله عليك. ما أدري قبل ساعتين يقول لي ضيفك سياسي وما أبي منه ما همني منه الضيف. حلو. ضيفك سياسي اقتصادي رياضي عشان أسوي ذهن بس. زين وأنور يعني أنت تتجرأ من نفسك ولا يقولك أنت تجرأ وعندك ضالة؟ شوف تقدر تستعير كل شيء إلا الجرأة. ما تقدر حيبان عليك إنك تمثل. صح. إذا صرت مرة جريء مرتين الناس حتبان انك انت ممثل جرأة. انا انتمي لجيلي يمكن انتم من جيلي اعتقد يعني في البحر واحد في بحر واحد عشنا السبعينات الثمانينات مثلا التسعينات. احنا من جيل الكلمة اللي تستحي منها بدها. احنا من جيل يعني بالوي ما نعرف. فانا عكس هذا على الاعلام. ها تجيني جرعات زايدة ايه اتأثر ساعات بربعي مثلا بشيء فردي اتاثر من الاونر مالك القناه نفسه بس ما يقول لي اطلع قول كذي يغسل مخي ساعات انتبه انه قاعد يسوي لي غسيل مخ فما التفت ساعات لا اروح وياه بس كلماتي لا انا اتعمد اقولها هي برا وداخل واحد حلو زين عندك القدره اقصد عندك مثلا راي في اختيار مذيعين قناه لك دخل فيها قناتنا احنا مثلا إيه؟ لا ما لي علاقه بالامور الاداريه لي تجربه واحده في قناه العداله حطوا ثقتهم فيني الملاك وادرتها 6 أشهر اذكر وسووا معي لقاء في جريده الانباء سالوني سؤال كونك مدير قناه العداله شنو تطمح قلت بسويها في ان ان الكويت كذي يعني. اوكي وما اعتقد اني نجحت اني اسوي سي ان ان الكويت بس بعدين تفرغت العمل الاعلامي لان العمل الاداري يبي له واحد فاضي لا انت ما شاء الله عندك خبره يعني مرات تنتقد المذيعين اذا كانوا سيئين او جيدين فالحين لك راي انك ترفض مذيع معين اذا قدم على القناه؟ والله هذا السؤال مدفون احنا في فتره قبل 6 شهور احتجنا مذيعين فاستعانوا برايي بالفعل ايش رايك فلان قلت لهم انا ما اختار عقب ما يحجي من الوي انت اليوم تبي واحد شيطان عياره الواحد يقنع الناس فمالي في قناة الشاهد يعني قلت لك الأخيرة هذه إني قاعد أقول لهم هذا زين هذا مزين ونجحت مو نجحت أقول إنه شيء جيد إنه ساهمت في إبداء رأيي في حمد الخضري وحمد تو طالع يعني أحس إنه ما شاء طريقك يعني عند الطلاقة تقريبا يتهاوش أي يتهاوش أول ليه زين إذا بنروح الصفحة الثانية هنقول وأنور حياته الاجتماعية أو نقول نبي يعني معلومات انت عادة الناس ما تعرف اي نعم نبي نشوف مين هو أنور شوف الانسان العادي ما وراء الشاشة اي انا عندي مثلا اخوي علي عندي الدكتور أنور معروفين انا وهكتهم انا لما طلعت الاعلام جعفر محمد حتى في ناس يقولون لي اقول لهم عمي فلان شلون عمك فلان وابوك اسمه محمد فانا اسمي جعفر اول مره اقولها اسمي جعفر حسن عبد الحسين محمد انا رايح حق اللاس نيم خليت حسن وعبد الحسين لسبب سبب جوهري ان محمد هو سواهم كلهم محمد ما عنده اخوان ولا اخوات بروحه كان وحيد هذا السبب الاول السبب الثاني ان جعفر راكب مع محمد نسبه للامام جعفر بن محمد فشفت ان الاسم ملائم وهو اسمي الاخير فحطيته فيون اخوان الحمثة اقول له هذا اخوي علي حسن شلون انا ابن رجل بسيط جدا كان موظف كان في شركه النفط
ثم تحول إلى جراج وزارة الأشغال، من ثم بعد التقاعد في 81 استعان في إن في سيارة تاكسي برتغالي كان يطلع في حالة حال الكويتي للشياء. أنا تعليمي متدني بقياسا في إخواني لتحصيل أمريكا، تحصيل لندن في الكويت. أنا ما كملت الثانوية العامة، ما أدري ليش، ما أدري ليش ما يأثر عليك هذا إعلاميا، ما يأثر عليك؟ لا استغليتها كنقطة قوة مو ضعف. إذا تلاحظون مثلاً أو اللي متتبع لمشواري في التلفزيون، كنت أطلع أقول أنا مغرور، كنت أطلع أقول أنا شهادتي رابع متوسط ترى معني ثانوي عام. ليش؟ لأني لو تركتها للناس حيتندرون فيها. بس على فرضية واحد قاعد يشوفني في التلفزيون في ديوانية أو في منتدى وقال ترى هذا ما عنده شهادة، راح كلهم يجاوبون ندري وقال لنا. فأنا قطعت الخط على كل واحد يحاول إنه يصيدها نقطة ضعف. طبعاً غطيت هذا الضعف في الدراسة، وأنا ما أنصح إن أحد، أبي الكل يكمل دراسته وعيالي يكملوا دراسته، لكن الظروف شطانة، كانوا فاتحين الجيش ويلا دشيت الجيش، فخذتها من باب إنه مراهق. حتى أبوي يعني عيز مني الله يرحمه، حاولوا يردوني أخوي أنور كمل، خلينا نكمل. فوصلوا لحد معين خلاص سوفي، فحولت طبعاً أو عوضتها في الاطلاع، في الثقافة، في القراءة. أنا رجل أقرأ بنهم يعني. ما فكرت إنك يعني تكمل دراسة؟ تو ليت. بعد وصل لي بيه وحقق بيه. يعني أنا أخذت لو أخذت بي اتش دي مثلا في أي تخصص، شو أسوي فيه؟ يعني أنا قريت كتاب وأنا عمري 14 سنة. أول كتاب طاح في حياتي، قبلها ما كنت أقرأ. لما كان عمر 14 سنة طاح في إيدي كتاب اسمه نهج البلاغة. عندي نهج البلاغة بهارفارد وأكسفورد واللي تبي وبعلماء العلماء كلهم. كتاب عالمي. بشرط أني طبعا كنت ما أطبق مبادئ، أقصد بس أني أتعب علشان أقرأ. اليوم أقرأ طبعا، وتفرعت منه لكتابات كثيرة يعني أو لقراءات كثيرة. فأعتقد موضوع الشهادة هذا ما عاد لي هاجس. زين، ما سألوك لنا عن بدايات حياتك او الوجه الاول، نبي احنا ما خلف الشاشه. انا ليش تقضي يومك؟ والله شوف، انا في البيت وايد يعني بيتوتي. احب البيت وايد، احب اجمع الناس عندي في البيت. يعني عندك ديوانيه؟ اي اجمعهم تعالوا، بس ديوانيه انتقائيه لانه مو مفتوح حق الكل. انا ديك تليفون تعال فلان حياك، يعني مو ديوان اسبوعي؟ لا لا لا، ما اعرف، ما عندي القدره اني اكون في هالسايد هذا، ما اعرف له. فبالبيت قاعد احب سوق ليمعة وايد بشكل مبالغ فيه. يعني اللي بيشوفك يروح سوق سوق ليمعة. كل يوم عسف لازم اليوم مره سوق ليمعة. في سوق الحمام وفي سوق ليمعة. لا سوق ليمعة مو صوب. لا لا صوب البسطات ولا الحمام ما اروح. للحين موجود سوق ليمعة؟ للحين موجود، نفسه ونفس اللويه. عندك غير سوق ليمعة سوق المباركية احبه، يعني احب اتمشى فيه وايد. سوق السلاح تحديدا. يعني أسوق قاري باليوم ساعة ساعة ونص، لازم هذه رياضتي المفضلة. الصيف اشتاء حار، ما في أطلع حلو الليل مع الرياضة. أوكي لازم أسوي رياضة. من شجع كرة قدم؟ إيه في الكويت. غتساوي أنا غتساوي خلص يعني من عرباوي. الاستاف كله عرباوي. منتهي أنا وايد مذيكم من عرباوي. الزيف بأنور عندي قاعد حات النهائي صح؟ مع الكويت حاتي خالد الغانم. إيه حاتي الحكام يدمر ولا إذا لعب على اللاعبين نفوز. لا إن شاء الله. لا أنا شجعني القادسية، الدوري الإنجليزي مانشستر. نفسي أشوف يونايتد. إيه يونايتد. في إسبانيا ما أشجع أحد، بس أحب يعني مارادونا وماريو كونهم لعبوا في برشلونة. بس هم اللي يعني ميت أحس إنه ما. بلى. بس ما أعتقد إنه ما نعرفهم احنا صغار. لا ما نعرفهم احنا صغار. يعني كنا نتابع الدوري الانجليزي الايطالي مثلا. زين في معلومه انا سمعتها عنك يا دام هو سالك عن حياتك الاجتماعيه. تزوجت عمرك 17 سنه صحيح؟ كملت 18 تزوجت. ملشت وانا صغير. يعني عن حب؟ والله شوف انت قريت القران اكيد. اللي مو مسلم على هذا اكيد قال القران. قريت سورة سيدنا يوسف. خلها كلها على صوت، كلها شيلها.
كل الآية سورة انساها تعال خلني حق ثلاث شغلات حق شيء واحد فيها. قميص قميص سيدنا يوسف أول قميص حطوا على دم وعطوه حق أبوه، ثاني قميص شقتها هذه صح، قميص الثالث فسخه رد قال لهم عشان أبوه يشوف قصة كذا على قميص. هذا الـ هذا الـ هذا رقم واحد. نروح رقم اثنين، الحدث اللي صار لما دشت عليه زليخة وقال قفلت الأبواب فهمت به، يعني راحت له وهم بها، يعني هم راح لها لولا أن رأى برهان ربه. من اللي طلع له؟ جبريل الروح القدس. منو اللي قال لا غفلت أنت نبي وين رايح؟ هذا نبي حلو. أنا مو نبي ولا إحنا أنبياء اللي قاعد يتبس. هذه قصة الله قصها علينا في القرآن عشان نعرف تفاصيلها. نروح سورة الكهف، قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح اللي خرج السفينة واللي بنى الجدار واللي قتل ولد. هذا يعطيك دليل ناصع إذا تقرأ القرآن بهذه الروحية أن أنت مو مسؤول عن حياتك. يعني واحد تقدر تتنفس بس تقول لي طيب هذه تعارض مثلا النظرية أن أنت مخير مسير، هذا أمر آخر. حلو. أنا أتكلم ما فينا واحد راضي عن حياته وما فينا واحد اختار حياته وما فينا واحد راضي يغير حياته يقتل عشان لا خلني شيء. فأنا ما اخترت أقول لك، يعني حتى مع منورة تناقش ما أدري شلون هي قرار زواج. يلا تزوج، يلا يجيب عيال، يلا 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 يصير إعلامي، يلا هو أنت هو يغرر. أنت المهم تكون نواياك رب العالمين بالضبط، زائد أن تكون نواياك سليمة. كنت أطمح إلى أن تكون عندي أسرة نفس أسرتنا لأني أشوف العلاقة بين أمي وأبوي جبارة، فأقول والله أبي كذي، فالله عطاني كذي. في الإعلام ما كانت لي محاولات جدية، بس كنت نهم في أطالع يوسف الجاسم محمد السنحوسي، بطالعهم أشوفهم أتعب عشان أطالع الحلقة وساعات أصلح له وما يدري عني وأنا ورا الشاشة، فالله عطاني إياه. ولا قرار من هاللحظة، إذا أنت استوعبت اللي أنا قلته 100% من هاللحظة، حتى دقة السلف هذه شفت لما تتأخر. ما أقول لك شيء، شفت الربع ليش تأخروا اليوم علينا شوي مواي صح؟ هذه زغالة مني إنك قاعد أذكر متأخرتهم تأخروا علينا شوي. جيت أنا وقفت عندك مواقف ما تدري ليش الله سوى كل هذا، غير مبكر شو الحكمة صح؟ أنا ندعم أنت تطيح ما تدري. فأنا مو مسؤول عن ولا شيء بحياتي، ما اخترته. يلا يلا شذي أنا أدير حياتي وبرنامجي كذلك. لا تقول لي رتب مع الضيف أكشفه على الهواء. تدري الضيف اللي يقول لي أنت على الهواء أكشفه وكشفت يوسف زلزله، بس خدت لي وقت على ما كشفته. طلب مني شيء بالحلقة قلت له قص علي. الإعلام كون لك على صداقات وعداوات؟ صداقات أكثر، بس الإعلام يجلب لك الصديق الأحمق، هذه مشكلة. يجيب لك صديق أحمق يعني، لأن أنت ما تختاره هو يختارك، هو يقرر أنه صديقك. يعني أنا ساعات ألتقي مع ناس هو شايفني في التلفزيون مدمن جعفر محمد خلينا نقول 4 سنوات بس ما شافني على الطبيعة، فلما يشوفني على الطبيعة يطلب مني أني أعامله كأني أنا أعرفه مثل ما هو يعرفني 4 سنين. أنا ما أعرفه، أنا شراك يعني عطني فرصة. فساعات يجيب لك ناس يدمرونك. زين يوم تقابل ضيف يشرط عليك الأسئلة في أم خير يشرط. اللي في أم خير يطلب سؤال. تدري ليش؟ مو لأن أنا قوي. أنا ما ألتزم بطبيعتي. يعني أنت الحين قل لي سكر الكاميرا، قل لي بنور نسلك على القفشة هذا، نسينا نسلك عنها. أول مرة داير وتقول لي أقول راح أقول إن هذا تمثيل. أنا طبيعتي ما تقبل. بس اللي أحبه لا أعطي عيوني. يعني اللي تبي تقابله تقول له تحمل كيفك عاد جاي برنامجي وتحمل. في جملة تقريبا 90% من الضيوف يقولونها آخر حلقة، حذرونا منك، قالوا لنا تطلعون معه، بس طبعا يكون راضين. ما أدري منو قاعد يسوق كذي إن أنا لعين بأسئلتي يعني من النهاية. أنا ما أقصد إثارة أحد، بس أنت دائما تشوف روحك إن أنت غالبه. في واحد تحس إنه هو غلبك؟ وايد 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 طراقات على الهواء. اي والله بس ما يبينها بس تداركها. اي تداركها لان انت مغلوب. في لا في في ضيوف يصيرون اعلى منك تتوهق. انا عشان كذي ما قابل اقتصاد، ما اعرف اقتصاد، بعيد عن الاقتصاد نهائيا، لاني
ما افهم فيه. اي واحد يقول اي نظريه ويمشي، انا اقول صح. اي في القضايا السياسيه لا واسع العمليه على كيفك. اسالكم انا سؤال الحين، لا ما اقدر اسالكم على نفس النسق، بس اقصد بتطورون البرنامج هذا ولا بتخلونه كذي؟ والله اكيد طبعا في اخطاء راح تحصل معانا، يعني مرات الصوت مرات لا لا، لا بتطورونه ماركتنج ولا بتخلونه كذي؟ لا اكيد بنطوره. اي البرنامج او الاعلام يمر في ثلاث مراحل. المرحله الاولى اثبات الوجود، انتم اثبتوا وجودكم فاثبات الوجود وهذا شيء جيد. يقول لك المرحله الثانيه الانتشار، الثالثه المرحله الثالثه الانتقاء، يعني تبتدون اللحمه نبي بوين ورضيف، لا يبقى وين ورضيف، نبي واحد اقوى، تبتدون تنتقون ضيوفكم صح يعني. بس فكره حلوه اثنينكم، بس اثنينكم هادين يعني عجيبه. ابو انور هلا، نشفنا ريزك اليوم. لا عادي تمونون، انا متعود انشف ريز العالم. شنو شعورك لما انت تطلع ضيف ما تطلع يعني مقدم ولا نفس الشيء؟ لا والله اتورط. شوف في تجربه اللوبي البرنامج الجماعي اللي احنا اربعه نقدمه، كانوا يقولون لي انت شلون تقول رايك؟ انت مقدم برنامج شلون تحكي؟ اقول لهم ما يصير يعني الناس تتكلم وانا كذي طفايه قاعد ساكت، ما يصير لازم احكي. في افتقدت هذا الشيء في برنامجي الحالي مثلا، ان انت خلاص مقدم تنقل وجهه نظر، بس ساعات احط السم في العسل، اقول ان الناس يقولون، انا اقول هو رايك رايي. انا اول عبالي سهل انك تكون ضيف، لا والله صعب انك تكون مقدم سهل، بس تكون ضيف صعب. شو تجاوب عليه يعني؟ او ما تدري شنو السؤال اللي بيه؟ صعب انك تكون ضيف. بس انا قاعد الاحظ عليك ما شاء الله ملك الارتجال. ما شاء الله ترتجل بروحي بروح مخزون الثقافة، مخزون القراءة، هي القراءة يعني القراءة يعني. أنت جرب ترافج علي بن أبي طالب، لا تعور راسك والله جد. أنا ما أسوق له، هذا رجل هو يسوق الحالة يا أخي. علم المنطق عنده، تبي أي شيء يعني. الحين أنا توني مكتشف شيء جديد، أنا مكتشفه قد وايدين مكتشفينه قبلي، ما يحق لك تتناقض في نفس الموضوع يعني. يحق لك انت الحين انت قاعد تقول هذا غلط ونعيد المشهد بعد ربع ساعه اقول هذا صح، يحق لي وبالعلن. ليش؟ يقول لك لان علي بن ابي طالب عنده نظريه اسمها الحديث العارض. الاولى انا اعترضت على انك سميتها يريش، فقلت لا هذا مو زين، بس لما جربته قلت وايد زين، لان الحديث عارض مختلف عن الاول والثاني، فيحق لك بحقلك حتى تتناقض في أقوالي. الارتجال أحيانا ترى يكون سلاح ذو حدين، كل شيء سلاح ذو حدين، الزايد وخل ناقص. بس أنت ترتجل بما تعرفه. إذا ارتجلت في شيء ملك يعني، أنا مثلا عرف عني في الإعلام أني أحب الشعر، أن أنا صدق أحبه، أنا مو متطفل على الشعر، أنا أقرأ شعر أحفظ شعر أعرف، بس وايد زملاء يحاولون يدشون في اللاين يفشل. انا لما تقول لي هذه القصيده اقول لك هذه كاتبها فلان السنه الفلانيه، لاني اعرف الشعر، لاني اعشقها فينعكس علي. بس الارتجال يحتاج الى لغه رخيصه، بس ما يحتاج الى مو يعني الى مخزون كلمات. زين على طاري الارتجال هذا يدششني حق شنو اكثر موقف صار لي محرج. وين؟ محرج. محرج انه هو احيانا يكون شغله فيها ارتجال بس ممكن يتعرض لاحراج فيما يخص البرنامج بشكل عام. بشكل عام انا قلت لك تو قبل شوي احب سوق ليمعه، فدشيت سوق ليمعه اتمشى مثل كل اسبوع، اروح صوب العده القديمه استانس يعني، فلقيت واحد يبيع خامات. تحب الانتيك شراكة قديمة؟ لا اللي يطيح عندي بس. إيه؟ ولا هذا بسطة خام يبيع خام، شلون كاكولي شلون التجار ولا، بس هذا بسوق ليمعة مترين مترين معلق اقطع خام واضح انها ستوك زادت في السوق فودوها عنده. فوقفت عنده يومها انا لابس دشداشة وكاب ونظارة شمسية ما عرف
لا هو المفروض ما يعرفني ولا انا متنكر بس انا طالع كذي لابس كاب ونظاره شمسيه فوقف قلت له القطعه هذه بكم المتر بسوق لي مع 200 فلس قلت له عطني من هذه القطعه فقعد يقطع اخذتها اخذت بسوق لي مع ساعه ساعه ونص ركبت السياره فطبيعي تشوف موبايلك بطلت ولا واتساب يعني انت بسوق لي مع شاري خان اشتراك فدقيت عليه صديقي قلت له راشد اشتراك قال لي في تويتر لحق شوف صايب تحت تويتر ولا واحد مصورني ان هذا اللي ينشخ عليكم يطلع بالتلفزيون يشتري من سوق ليمعة كان يفترض انها تكون هذه سبة علي انا حولتها الى شيء ايجابي ايجابي مالك قلت انا اشتري مو الكواليتي اشتري اللي احبه من اي مكان ما عندي عقدة ماركة يعني بس انحرشت بيني وبين نفسي مو اني شاري من سوق ليمعة ولا حياتي صارت حق الناس فهذه من المواقف موقف محرج حقيقي صار معي مع احد ضيوف ساعة ونص برنامج كان ما أعرف اسمه لا لا والله ما أدري من هو زين حاول بطريقة إنك تسحب اسمه بقول بو فلان ماني قادر طلعت أول فاصل هذا ضحك وين طلعت أول فاصل أطلع أدخن وأرجع فالمفروض أسأل المعد منه هذا فدخلنا رجعنا نسيت أسأله خلصت أكثر شيء ما في آخر شيء أقول لك الأخيرة فقلت له تفضل هو ما لاحظ هالشيء ما ادري استاذ محمد يقول بس كذي يعني كان يقول لي انا اسمي محمد قلت له ايش قاعد اطفق هم ما قال اسمه الحلقه عندي موجوده والله مش عشان اقول له طبعا لك بالحلقه قال لي صحيح انت يعني مو وايد معروف انا ما اي والله دكتور كان بعد بالعكس هذا تجار يعني اي بس كنت قاعد ابي اتذكر ابي ادش يا رجل بغيت اصوره واحط بجوجل ابي اعرف من هو ما اعرف هذا موقف صدق يعني احرجني كثير عشان كذي الحين احرص من الضيف اسمه وشنو عشان احرف فيه زين ابو انور الحين الناس كذا بالصيف تقول انت بيت والمعود الكويت ما فيها شيء كاعدين مدينة الرياض سكروا حديقه شيب سكروا كذا مكان تسكر ما في اهتمام ولا عندنا سياحه ولا شيء بس لو تشوف بالاخير مشاريع ديوان الاميري ما شاء الله يعني شيء جبار زين فانت شو رايك الموضوع ليش هني الانجاز بالكويت وايد بطيء يعني الحين مدينه الرياض متى سكروها وقالوا نبي مو شركه فرنسيه اتوقع بتسوي نفس ديزني وسوالف شيء يعني شو الفرق بين الكويت بين دبي ما احنا عندنا قدرات ماليه ما شاء الله عندنا انا هذه اطرحها من وجهه نظر ثانيه معاكسه انا اكثر انسان تضايق في الكويت اذا قاعد بمكان ديوانيه وواحد سولف قال يا اخي ملينا الكويتيه ما نقدر نطير عليها خطوط الجو الكويتيه تعيسه رحلاتها شويه ما تروح كل مكان هذا لو حاجيني قبل 25 سنه منطقي الحين عندك 6000 شركه طيران اون لاين تحجز وتطير ايش معنى الكويتيه؟ نفس اللي نفس كلامك يقول لك يا اخي ما عندنا مدينه ترفيهيه تقول له اوكي امشي اوديك ديزني باريس ايش بتركب شو اللعبه اللي تبيها؟ يقول لا احنا يعني ليش ما يصير عندنا مدينه ترفيهيه؟ بتودع عيالك انا اقول صح في قصور في الدوله في الجانب الترفيهي وغيره في مشاريع متاخره نتيجه وضع سياسي مرينا فيه خطير شوف وهذا للنشر مشروع ان يستلم الشيخ صباح الاحمد الجابر المبارك الصباح مسند الاماره كان في كلفه انتقال سلطه هذا الرجل مو جاي من فراغ هذا الرجل جاي بخلافاته جاي بارثه السياسي جاي بعلاقاته الخارجيه كلها تعرضت الكويت في عهده بس من استلم الريال؟ ماكو احد ما غزنا من برا كل واحد كان عنده موقف مع الشيخ صباح الاحمد ايام ما كان وزير خارجيه يصفي حسابه داخل الكويت وبغى يحولنا ساحه للربيع العربي كانوا جاهزين مخلصين فالرجل اول 6-7 سنين يا دوب قاعد يرتب كلفه انتقال السلطه وتثبيت الكويت على الخريطه ومن ثم بدات بناء مطار وغيره خليك من الانتهازيين وعطاء مجلس الامه والحراك لكن في واقع الامر احنا اليوم قلت لك لو قبل 25 سنه محتاجين اليوم ما احنا محتاجين هذا كله يعني انت عندك افنيو دبي ما فيها افنيو اي ما شاء الله يعني وبنيناه في وقت اللي ماكو احد يعني الوحيد اللي قاعد يسوي شيء بالكويت الشايع ما شاء الله الحكومه بالنهايه قاعد تعطيه فهو يبدع تكلم عن 360 تكلم عن الحمراء انا اتكلم الحين عن التسوق زين نروح حق الرياض اهل الرياض العله فيهم مو في الحكومه قاعد تعطيهم 104 ملايين في السنه
ما راضين يسوون شيء. تعال حق أهل الصناعة نفس الشيء، هم عندهم المشكلة. إحنا مو قاصر علينا شيء، بس إحنا ندور الشيء عشان نتحضر. أنا أعتقد شيء مالي كلش قاصر علينا. وركاز طول الكويتية الأخير ما شاء الله كل الدحين تشوف الطيارات الطبيعية. أنا أتكلم مثلا المدينة الترفيهية في حاجة ملحة، سلموها سمو العهد صار له سنتين، حطوا المشروع قاعد يشتغلون فيه. يعني خلاص ماشيين في شيء راح. هذه البيانات اللي عندنا تقول. بس واقع إحنا مو قاصرين شيء. زي لو يوم أيام قمت أنت من النوم حطوك منصب قيادي كبير، منصب كبير. رئيس وزراء ممكن. زين شنو القرار راح تتخذه؟ يزعل وايد ناس، وايد ناس راح تزعل. فحص يعني كل فحص ملفات الجنسية فوراً بدون مبالغة. إحنا عندنا مشكلة اليوم، ما أنا ما أقولها على أساس مكون من الكويت، لا لا. تكلم اليوم إحنا كل يوم تسمع 70 مزور 60 مزور، في ناس وصلت صار ضابط في الجيش والداخلية. في مشكلة في هذا الملف، هذا الملف عندي أنا أهم من ملف الأمن. مراجعة ملفات الجنسية، توثيقها بأي طريقة أو أخرى لازم نراجعها. أجل في مشكلة عندنا كبيرة، هذا أعتقد هذا أهم شيء. زين وإذا بناخذ مثلا قرارك في تطوير البلد، تحسين أمور الإسكان، الطرق، أماكن التربية، المرافق، التعليم بشكل عام، صدق ما تطرقنا له. التعليم، التعليم يعني أنا ما أؤمن بالقضايا، أنا أطرحها. شفت التعليم والصحة ما أؤمن فيها، يعني ما أؤمن بإني أنا شخص بس تطرح تتكلم فيها؟ لا ما أسولف فيها، حتى برنامجي ما نحن لأن هذا شغل يقعدون بغرفة يسولفون فيها، ما لنا علاقة فيه. أنت تبي تطور التعليم، تبي تطور عشان ترضي وزير ونائب، كيف نسولف. بس تبي تطور التعليم صح، تعال عندك نموذج اسمه جعفر محمد. أنا من أولى ابتدائي لثانية ثانوي ما أطلع من الثلاثة الأوائل، ما من طلعت الخامس أزعل ضايق. ليه أولى ثانوي عفوا؟ ثانية ثانوي حطيت لي فيزياء وكيمياء وأحياء، وأنا رجل ما أعرف، فهمتني خليتني أعيد السنة 20 سنة. يا أخي أنت شفت هذا الولد من أولى ابتدائي لراب لثانية أولى ثانوي في المجال الأدبي، وده أدبي خلاص. طوفه المواد ماني قادر أطوف الفيزياء والكيمياء والأحياء، معادلات شو والله شنو لعبة الحية؟ أولى صح. ما أعرف ثاني ثانوي. ثانوي الطوف، يعني ثانوي يقول لك اني افرعك انا وديك ادبي. زين انا الاول في اللغه العربيه، الاول في التربيه الاسلاميه، الاول في الاجتماعيات. اي بس ثانيه مو فرعك ولا ثالثه؟ لا ثانيه. ثانيه نظام اول غير. لا ثانيه تدش التفريع، لا لازم تخلص فيزياء وكيمياء واحياء عشان مواد مشتركه. طيب اليوم انا قاعد يجي لي واحد يقحص في الشارع نمبر 1 اتبناه ادخله ثانوي اي مكان وأسويه بطل مثل شو ما أخذ. يعني أنا أتكلم عن هذا الجانب. ليش؟ لأن أنا عندي ولد أخوي خلص ثانوية عامة في الكويت، دش الجامعة، ما أدري راح أمريكا بعدين، فلاحظوا إنه هو عنده اليوم هو مخرج، يعتبر يعني مخرجين عالميين في السينما. هذا شو كان درس الدين العربي؟ السينما وده مرات متوسط عطني فك الخط وخلاص. يعني هذا ياخذنا كلام علي مبارك، قال إن الشهادة مو شرط أساسي بالحياة، إن مرات تشوف عنده واحد عنده مهارة مثل ما قلت أنت. مو شرط يكمل دراسة، ليش ما في جهة بالكويت نظم عملية تاخذ تاخذه وتنمي مهاراته يتخصص في مجال معين؟ أنا في برنامجي وعد وأكرر عندكم الحين، ارجع حق ملفات الجنسية الحالية أو أول لجنة جنسية عوائل الكويت، خباز، تناك، تتان، صفار، حداد، طباخ، قلاف، أستاذ، مهم. كان مجتمع مهن راقي جدا. تعال حق واحد يبي مكتب ويبي شيخ، اذا انت عندك مهنتك طورها. صحيح قلاف ما اليوم ما يحتاج انا بي سفينه بس تسوي مصنع اخشاب. يعني احنا شعب مثل ما ادري من يخطط لنا، احنا ما ندري من يخطط. زين ميزان الراي عندك اللي بنحط له كميزان تستخدم في طرحك بشكل عام في رأيي خصوصا في برامجك؟ والله احطه بنسبة 50% 50-50 50% استخدم رأيي، استخدم قناعاتي. في مقولة وهي حقيقة طبعا، مو بس لأن جاكو ميل بن زياد النخعي
علي بن أبي طالب وسأله قال أبا أعرف الناس علمني عنهم من الناس قال له الناس ثلاثة فعالم رباني واحد بتاع ربنا ومتعلم الثاني متعلم على سبيل النجاة واحد جاي يتعلم من هذا قال له الثالث قال له همج رعاء أتباع كل ناعف يميلون مع كل ريح دراسات علم الاجتماع الحديثة تؤكد أن 10% هم المؤثرون في الكرة الأرضية والتسعين دهماء دراسات ناجحون في الحياة يعني 10% هم أصحاب هم أصحاب التوجيه 90% دهماء من 10% 2% مسيطرين على ثروة الأرض مواردها و2% ثانية يديرون فأنا أطمح أكون من 10% أطمع أنا ما أدري وين بس أنا أطمح أن يكون طبعا أنا أشوفها في مجتمعي في محيطي بعدين في دولتي في منطقتي كثير يشوفها أنك تحقق العدالة والسلام والوئام والتكامل سنغافورة ما أقدر سنغافورة وهي سنغافورة ما أقدر إلا بالقانون فأنت لما تطبق القانون نسولف بعدين عن بناء مجتمع راقي ما تقدر ما عندك ثقافة تطبيق القانون مو بس في الكويت يعني معود الكويت نعمة ليش الرياض 5 دقائق شوف الإشارة شنو موجودة فما عندك ثقافة تطبيق القانون في دبي فيه بس على وافد مو على إماراتي مو على وطني مو على مواطن احنا غير قابلين لتطبيق القانون حاليا يمكن تجي أجيال بعدنا ممكن زين هل أحيانا أنا قاعد ألاحظ يعني في برامج بشكل عام أحيانا تحاول أنك تستفز الضيف ببعض الأسئلة هل هذه يعني مبنية على كاريزمتك بشكل عام أو يعني طريقة طرحك بهذا الشيء ولا لا فيه طبيعتي أنا استفزازي أنا طبيعتي حتى مع ربعي بالديوانية استفز جدا فأعكسها غير طبيعتي تعتمد على الضيف وعندك جرأة في الطرح أحيانا حتى لما تذكر أمور قاعد تذكر الاسم مشهور حد لازم لازم شنو الفائدة إني أنا يعني إني أخش الاسم يعني أنا سألت تقولها بشكل عام مثلا ما أعرف إذا مو أنا يعني حتى قالوا لي وأكثر مرة رحت يعني أنا عندي تقريبا تنظر في المحكمة أو نظرت في المحكمة وتنظر ما زالت 74 قضية جناح صحافة وإعلام فكانوا دائما يسألوني القضاة وكل النيابة يا أخي كان بإمكانك تقول سين من الناس ليش قلت جعفر لحظتها أنا ممرت ما أعرف بس صار عندي تكتيك شوي للالتفاف على القانون يعني قانون الإعلام لأنه شوي مزعج والحلو أنه ما في سجن بس يأخذ فلوس وايد يعني أنا دافع لي حوالي 124,000 دينار غرامات وكذا القنوات تتحمل منهم 10-15% فقط من نفسك تدفع إلا من حلالي زمين عندك محامي معين؟ عندي محامي عندي أكثر محامي عندي 6 ما شاء الله نايمي ما يشتغل زمين صديق جهد والله ولا كله داش بالطوف من رفيتك الحيل كل يوم أنا أذكر اسمه منه السؤال أسئلة حق الناس وايد أنا صديقي توفى يوم 17/10 يوم 14/10/2007 ولدي 2017 أنور كان أقرب الأصدقاء لي ويا على طول اتصالاتنا سفراتنا كل شيء ويا بعض كون أنا لما تزوجت وأنا صغير وجبته وأنا صغير فكبرنا مع بعض فهو وأفتقده كثير صراحة صار لي 3 أشهر يعني ما أبي أقلبها دراما بس أفتقده بشكل خطير صديقي الحقيقي الثاني يتعالج بلندن من مرض السرطان هو طلال فهد الأحمد يعني هو صديقي اليومي اتصالاتنا رؤيتنا بس ما زلنا فكنا الدنيا متقصدة بس أنا أدري إن الله حق مسوي لي شيء زين عندي أصدقاء كثر صراحة يعني عندي نواف الدويش هذا عديل روحي وسطام هذا صديقي يعني صديقي الخاص و هذول الثلاثة وهم نواف ما شوفوا هيدا بس أنا رحمة الله علي يوم المقطع اللي تتكلم فيه بالقناة بالأمانة أنا تأثرت يعني أعتقد هذه أصدق حلقة قدمتها إذا أنا مدعي في كل الحلقات فهذه كانت يعني شوف أنا اخترت بعد وفاته بأسبوعين أن أواجه الكاميرا لسبب بسيط مو علشان أثبت أن أنا قوي بس هذه مسؤوليتك لما تكون أنت ثقة الناس لازم تطلع تقول لهم ترى 1-2-3-4
أثر فيني أنا، لكن قدر يعني ما يد القرنين. شنو علمك هو؟ أنت تعلم ولدي، بس أنت شنو تعلم؟ لا علمني واي، علمني شلون أصير أبوك، كيف أنه هو قبل بالقدر ماله إني أتعلم فيه عشان أربي ولدي الثاني. هو كانت التجربة الأولى. شنو عندك جاسم؟ عندي جاسم الله يحفظه. الله يحفظه. 21 سنة. يدرس؟ جاسم إيه يدرس حاليا، كان في نيوكاسل ورد قطع دراسته لأنه ظروفه، بس الحين قاعد يكمل دراسته. عندي شيخة، هذه طبعا هي وزوجها فهد النصار نسيبي، يا بولي عفيدة. عندك نسيب يعني؟ إيه يا بولي عفيدة. إيه يا بولي غالية، فغالية ماخذ الوضع كله. عندي طبعا لجين بنتي، هذه حياتي كلها 14 سنة. الله يعافيك. ف بس علمني وايد يعني صعب تصرف العلاقة، صعب ما تقدر يعني. شنو قصة الحوادث زايدة؟ والله أنا أحملها، نرجع حق ميزان 50-50. الملحيات صارت وايد بالسيارة يعني. أنت أول تليفون ما يتحمل مسؤولية؟ لا تليفون، حتى وصلت الـ AUX أنا بحطها ورفعت راسي ولا بالشبكة، هي لحظة يعني. فالملهيات صارت وايد يعني، الملهيات نيفيجيتر ما يشيل أول السيارات طق الشريط حتى لا يطلع يطمق عليك، كنا الواحد داخل يحدث. الحين الملهيات داخل كابينة القيادة وايد ادقم شنو تراك الطيارة ايش حقها ما تدري. أنا 90% من سيارتي ما استخدمها، ما أدري يعني. سيارات ما تستخدم. فالملهيات الملهيات وايد، ضيف عليها الموبايل، ضيف عليها إن هذا الجيل يمكن أحد مولد الله يرحمه ما يربطون حزامه، يعتمد على شنو؟ يقول لك السيارة كلها إيرباك، منو قال لك الإيرباك يتبطل باللحظة اللي تبيها؟ ضيف عليها أكثر وأكثر، هي أكثر وأكثر اللي هي إن أنت بنتك ملتي ما تعيش، أسهل شيء في البيت طلع إجازة. زين احد دربك يقصون عليك في النظري، هذه اللفه فوق حجر، هذه اشاره يسار، وبعدين يودونك هنا تراي بسيط مرات وانت بالبيت هناك. اي تعال ثقف حبيبي، اثقف على الاقل ABC مثلا. فمشكله مشكله مشكله، هذا وايد اكل شيء تبزون بيه. شارك بانور حبيبي زي بانور كاس خليج 23 اللي طاف، تشوفه نجح او ما نجح والأمور اللي صارت والخلافات واللويات، شنو رأيك فيها؟ ساعات أنت ومرتك تتهاوشون عشان توصلوا مسج، أنتم متهاوشين، وساعات تراضيها وتراضيك وتسولفون بصوت عالي عشان توصلوا رسالة. كأس الخليج كذي كان، ما لك شغل بالكأس والحكام والدوري، ما هذا كلام فاضي. في مسج، القيادة السياسية دولة الكويت حملت على عاتقها توجيه رسالة وصلت، وصلت قوية مدوية وقفت طبولهم. إنما مستوى رياضي لا تكلمني عنه، كل الخليج هذا كله مع اليمن والعراق ماشي، لأن إحنا بعد مشكلتنا نطالع برا أوروبا تشامبيونز ليج، تشوف لاعب هني لا شنو؟ صح يعني حتى لبسته مو حلو. خلصنا كذي؟ إيه بريك مو بريك بمشي. خلاص أنا خلصت السنتي، أنا خلصت السنتي. جوكم مريح جدا. سوالف كانت يعني حلوة، وشكل الأكل مغري بس هذا حق الظهر ناخذ تو جو يعني. لا لا عليكم بالعافية ومشكورين وايد. عمي أنت مشكور طول عمرك حبيبي، موفقين إن شاء الله. شكرا على خير حبيبي، تسلم يا الله.